فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى ما 3:30 المنتخب الوطني التونسي. الأوسط متعادل في 45 دقيقة لعب إلى حد الآن مع المنتخب المغربي، تعادل سلبي دون أهداف ضمن الجولة الثانية من تصفيات اللي كان. نواصلوا في استقبال ضيوفنا، معنا بالتليفون رئيس شباب القيروانية سي محمد الميمني. نحكيه على الوضعية الصعيبة للشباب إلى حد الآن في البطولة بعد عودته للرابطة الأولى. سي محمد أهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إكسبريس أفان. دونك والله صعوبات بالجملة كما قلت أنت، سيرتو صعوبات مادية قاعدين نتوا نعانيو فيها في الجمعية. راك تشوف احنا توا جينا البراج على غفلة، عملنا ترواستاج، زدنا تعاملنا شوية الفريق، ديما تقعد شباب قيروان تعاني بصعوبات مادية كبيرة. صعوبات المالية أيضا، صعوبات على المستوى الفني، صعوبات على المستوى الإداري. باش تحب نبداو سي محمد، نبداو رياضيا. الفريق يمكن ماهوش عملتوا برنامج في فريق الرابطة الثانية، أنتم تلقاو روحكم في الرابطة الأولى، حتى الملاعبية والإفكتيف ناقص ولا هو لا؟ والله صحيح، احنا الملاعبية المرة الأولى بالكل عملنا إفكتيف نتاع الرابطة الثانية. توا كي جات قعدنا في الرابطة الأولى صراحة الزاد البشري أكثر فيه ناقص شوية. ما نقولش احنا جواراتنا ما تعرف أغلبيتها صغار ودمجناهم السنين في معناتها في الفريق الأول. لازمنا احنا توا صحيح عندنا نواقص، يلزمنا نديركوها في الميركاتو الجاي هذايا. شنو مستقبلكم سي محمد؟ مستقبل هذه مع في الفريق شنو بالضبط؟ والله المستقبل تحب الحقيقة، المستقبل مش واضح بالكل. مادام ما فماش ماديات دعم مادي كبير للجمعيه، مادام راهو المستقبل 10 سنين اكثر نلعبوا على الطيح، فهمت؟ نلعبوا على الطيح، معناتها ما عندناش حل. يلزم هذايا ديما نقولوا، يلزم الناس الكل تضافر الجهود. راهو عندنا باسكيت وصلت فينال عامناه، وعندنا توا في الرابطه الاولى رانا عباره فيراري تجري مع كاترين. راهي الميزانيه نتاع ثلاثه فروع 1.6 مليار، معناتها ما يستويش الحال كيما هكا. باش نحكيو بعد شويه على الباسكيت. سالتك على مستقبلك انت مع الفريق، برشا احباء غاضبين، شفنا حتى لافتات في صفحات التواصل الاجتماعي يطالبوا الهيئه بالمغادره. شنو موقفك انت من هذا؟ والله موقفي انا ماذا بيا يجي شكون توا يشمر على ذراعه ويقول مش ناخذ الجيسكا، اللي نخرج اليوم قبل الغدو. انا احنا مشكلتنا الهيئه ذي ما نخليوش فراغ للجمعيه. قطع النظر على شيكاتنا وفلوسنا اكوتي. اللي توا اللي راه في روحه انه ينجم يشد الجمعيه يتفضل. ونزيد نقول لك خويا، راني قعدت مع 7 رؤساء قدم. هذا سؤال التالي. نهار السبت ظهر لي قعدت مع رؤساء قدم، شنو كان فحوى الاجتماع مع ظهر لي فيه فاتح العلويني، توفيق ميلاد، مراد باللكح، الحماد المستيري، هكا ولا؟ اي شنو كان فحوى الاجتماع؟ حب العلاني خويا، عملنا اجتماع تسمى ما خرجت بشيء. قلت لهم اخويا ذي الجمعيه في اندثار، اللي يحب يرى روح وينجم يعمل جروب من هنا للي نعينه جلسه يتفضل يشد الجمعيه او موا ما تقعش الريبتور، فما كونتينيتي نتاع جمعيه. خويا كيما دخلنا كيما خرجنا، صحيح متحمسين الناس الكل، لكن الفعل توا الكوتيديان توا يلزم فلوس، لازم الناس الكل تقرا. خويا انا دفعنا، نحن احنا تو فلوسنا جبنا بها جوارات، فهمتني، وعملنا بها البراج. بيت قلت لي كيما دخلنا كيما خرجنا. لو كان نحكي باك في الوضوح سي محمد، شنو حكيتوا بالضبط؟ شنو قلت لهم؟ شنو قالوا لك؟ خويا انا قلت لهم هاي الجمعيه تو خويا احنا متنازلين على كل شيء، الهيئه ذي شكون ينجم تو يرى في روحه يشد الجمعيه يتفضل. فهمتك. يظهر لي واضح هذا، ما فماش اوضح من الوضوح هذا. قالوا اتفهمنا باش نشوفوا جروب يشد فرع كرة القدم وفرع كرة السلة، ونقعد انا رئيس اكوتي. قلت لهم اخويا انا اكوتي نقعد، اخدموا انتوما ووفروا توا الكوتيديان تاع الجمعية باش ما تقفش. شنو كان موقفهم؟ موقفهم اللي هذا ما حب يشد حتى واحد رئيس اللجان هذه الزوز. سي محمد، اقترح عليك تكوين هيئه تسييريه مع المغادره اليوم. كيفاش هيئه تسييريه؟ معناتها نغادر اليوم انا؟ اي وشيكات الهيئه هذه شنو نعملوا فيها؟ اي معناتها صاير هذا، اقترح عليك هذا هما.
لا لا، شكون اللي قال لك اقترح؟ اول حاجه ساعة ما اقترحوشي، هما اقترحوا الاقتراح اللي قلت لك عليه انا، ما اقترحتوش انا، هما قالوا احنا نسيروا معناتها لليوم اللي تنتصب فيه الجلسه الانتخابيه. هذه قداش مش يدوم؟ شهر ونص ولا شهرين ماكس؟ هذولي مش انا اقترحته، هما اقترحوه. فهمت. معناتها كان مش نعملوا احنا، يجي واحد يقول يا سيدي استقيلوا انتم توا وتو شدنا الجمعيه، معناتها كل جي هيئه تدفع فلوسها وشيكاتها ويخرجوا معناتها من الباب هذا، قال لك مش معقول، ما يصيرش. معناها انت اللي فهمته من كلامك سي محمد، انت باش تخرج أيوه. لازمك تاخذ فلوسك وشيكاتك هكا ولا لا؟ لا اخوي انا فلوسي متنازل عليها، وحتى اللي معايا قال لك اخويا إيه اوموا توا قلت لي خاطر شيكات توا اون سيركيلاسيون، مش معقول زاده. اي هذا ايش قلت لي انت؟ قلت لي وفلوس الشيكات ايش عملنا فيهم؟ معناها تحب على فلوس والشيكات ولا؟ لا الفلوس متنازلين عليها الجي اس كا. والشيكات؟ الشيكات اون سيركيلاسيون مازالت ما دخلتش توا، وفما اللي دخل في المحكمه. فهمت. قول لي ايش نعملوا انت حسب رايك. انت البارح كنت فرشت في التصريح للتلفزه الوطنيه، قلت باش تدعوا لجلسه عامه في ظرف الشهر هكا ولا؟ صحيح. علاش مش اليوم؟ علاش مثلا مش اليوم تحددوا الموعد نتاع الجلسه؟ خاطر نعرفوا الناس الكل عندك شهر باش تدعوا للجلسه وشهر اخر كما يقول القانون باش تصير انتخابات. قلت التصريح قلت في غضون 10 ايام مش نعينوا جلسه انتخابيه. واضح. يظل لي واضح. باهي. نجم نشوفوا تعزيزات اليوم في الافكتيف مع الميركاتو ولا صعيب انت مع المغادره نتاعك؟ والله احنا في التالي اللي توا عيطنا نحن، توا كان جيت انا نحب نقعد فيها، نقعد في الجيت كار، راني كملت وما استدعيتش انا رؤساء سبع رؤساء. معناتها انا نحب نغادر اليوم قبل الغدوه. ممكن اخويا انا ما نجحتش في التسيير عادي. لازم الجمعيه تقعد قائمة الذات وما تقفش نهار. انت شفت قبل اش صار في الجمعية، مشات جواريت وخرجت واحد هكاك. تعتبر توا يلزمنا ناخذوا الجمعية. تعتبر نفسك ما نجحتش في المهمة نتاعك سي محمد؟ والله اش باش نقول لك، انا نعتبر اني كي خليتها في هذاك هو كل عام نلعبوا على المانتيان، نحن عندنا 12 سنة ولا 10 سنين كل عام نلعبوا على المانتيان. وضعية مراد العقبي اليوم سي محمد؟ والله مراد العقبي على راس الشبيبه الرياضيه القيروانيه. هذه الكلمات نتاع الشوارع ما نسمعوهاش نحن اخويا. متفاهمين؟ هو كان اكد انه باش يغادر، معناها حتى لهنا كان تكلم معنا وقال باش يغادر، ما عرفتش قاعدين تحكيو مع بعضكم فما تواصل على شنو متفاهمين بالضبط؟ صباح بركه في رينيو انا وياه. اي على شنو تفهم؟ قال لك انا قال لك ما نسيبش الجمعيه في الحال حتى في صوره ما اذا فما مغادره يلزم الجمعيه تكون راكحه ومريقله. باهي نحكيو شويه على خروج على فرع كرة السلة سي محمد، ظهر لي ايضا وضعية اصعب حتى من الفوت، الفريق سابقة تقريبا في تاريخ الشبيبة ما مشاش لعب مقابلة نتاعو. والله صحيح احنا تفاجئنا، صحيح بعثونا الجامعة التونسية لكرة السلة اخطاي ب 75,000 دينار، مشكور سي علي البنزرت انه تحت ال 50 مليون، وعندنا زوج جوارات اخرين ما يقارب 27 مليون 77 مليون، تكفلت الجمعية باش تسر المبلغ وتكفل تيواجيه باش يلم كيف التيواجيه العلويني المشكور اللي واقف على الفرع هذايا، كفلنا باش خلصنا الخطايا وخذينا الإجازات، وقت ترى لعبنا الماتش في نابل وربحنا. سي محمد يعانيوا برشا من الاهمال من لعبيه الباسكيت حسب ما يقال في الشبيبه، تقريبا ما خذاوش فلوس، ما تسلموش مستحقات الهيئه خاصه نتاعك انت، ما يش ليه العنايه الباهيه بهم هما وهكا ولا؟ والله ديرنيرمون كي تلينا في البراج باش نقول لك مقصرين شويه مع الباسكيت صراحه. علاش؟ خاطر راهو ديما نقول لك الميزانيه نتاعنا ما تنجمش تزازي ثلاثه فروع. أكثر انت في البراج تروى ستاج من اول الدنيا شباب عندها ثلاثة فروع، معناتها مش من اليوم سي محمد. ايه كل هذاك هو كل عام كيفاش، ترى ما تنساش اللي من اول الدنيا ما كانش تصرف في 700 مليون الباسكيت كل عام. كانت قبل تصرف في 180 ألف دينار كل عام.
تقريبا الفريق الفرع هذا هو النوارة نتاع جي اس كي، الفريق الموسم الماضي عمل سيزون كبيرة برشا الباسكيت، شيخوا جمهور نتاع الشبيبة، في المقابل معناتها يلقاو الإهمال، معناتها كأنه حتى أكثر من الفوت لعبت مغرومة باسكيت نتصور في القروان، ما يستحقوش هذا ولا؟ ما يستحقوش، لكن أنا مش نقول لك عاد، مو كل شيء عاد راهو فما طاقة نتاع بشر، فما توا نحن كي نوفروا التزامات نتاع الفوتبول وتلعب في باراج باش تقعد في الرابطة الأولى المحترفة. أنا قلت لك أنا المدة ذي تعديت صحيح مقصرين معها كرة السلة معاك، مش نقول لك لا، راهو هذيك احنا هذيك هي ميزانيتنا واللي يزيد أكثر، احنا نورمالمون كنا باش نخلصوا الشيكات باش نعلنوا على جلسة انتخابية، جات حكاية البراج هذيا ولينا خيرنا باش تقعد جمعيتنا في الرابطة الأولى، فهمت، ونصرفوا عليها باش ما تطيحش. فما سر الفوتبول والباسكت بول، فما ملاعبيه خرجوهم من ديارهم اللي كارينهم سي محمد خاطر مش خالصينه. لا خلصناهم عاد. خلصناهم. مش صحيح هذا. خلصناهم خويا. اي ما صارت قبل وما صارتش معناها؟ قبل والله قبل ممكن صارت، اما في العهد هذا صحيح جاء مولى الدار واعطانا انذار وخلصناه. به خروج الملاعبيه كيما احمد الضيف والعدامي سي محمد، شنو السبب باش خرج الملاعبيه ذوما ولو انه كانت غامضه شويه وضعيتهم مع جي اس كي؟ والله كي تقول لي غامضه شويه، الجي اس كي بالتنسيق مع سي وجي وفروا لهم الفلوس اللي طلبوها، لكن هما خيروا يخرجوا من الجي اس كي، وانا نقول وزيد ما يكفيش خرجوا اشكاوا بالجمعيه على مستحقاتهم. على مستحقات اي حقهم هذا ولا صحيح؟ ايوه حقهم صحيح. اما انت تجي تشكي بامك في الحاله ذي اللي قاسيو فيها اش معناتها؟ اي كل حد سي محمد يقول لك فلوسي، معناها عندهم حق، ما تلبش لهم احد كما اللاعبيه عندهم فلوسك عندهم تعرف الناس الكل تخدم على عائلات وعندهم هم لاعبيه التزامات نتصور، وضعيتهم صعيبه كانت عام كامل نتصور، حقهم هذا ما تلبش لهم. معاك خويا حق، لكن انت كي تجي ترى امك الجمعيه الام اللي خرجتك هي وصلتك باش وليد جوار باسكيت محترف، اي ما يسالش يا خويا، مش تطلب انت 20 نقول جمعيتي وخرجتني ودرا شنو ونعطي 10 هكا ولا هذا المعقول؟ ما حبوش يتنازلوا على مستحقاتكم الكل، ما حبوش يتنازلوا حتى من الليم؟ لا فما منهم تنازل، ما نقولش ما تنازلوا على حتى من الليم. شكون اللي ما تنازلش؟ فما شكون تنازل؟ اش عندنا فيه تو؟ ربي يهديهم وكا وهذاك اش نقول؟ ما باش لحبيه تعرف؟ لا ما يسالش، يعرفوا لحبيه كل شيء، الحاجه الباهيه في القرون ما يتخبى شيء فيه، كل شيء على المكشوف. الملاعبيه سميتهم لك الضيف والعدامي منهم ولا؟ اكيد منهم. ما تنازلوش على مستحقات؟ لا لا فما اللي تنازل منهم. شكون تنازل وشكون لا؟ ربي يهديك، انا قلت لك فما شكون تنازل وفما شكون لا. باهي خلي لك اخر حاجه سي محمد، شنو الرساله تعدي اليوم لحبايب الشبيبه باش نجموا يخرجوا اليوم من الكلام نتاعك، رساله طمأنة، فما جلسه عامه انتخابيه، فما انت باش تواصل، فما اجتماع قادم في الايام الجايه، شنو باش يصير بالضبط الايام الجايه؟ هو تو انا نقول ونزيد نعاودها وقلتها ألف مره، اللي راه روح باش يعاون الجيسكا يجي يتفضل، احنا راهو سوري عربي باش نعلنوا على جلسه انتخابيه، حتى بالقانون يلزمنا نعلنوا على جلسه انتخابيه. اما خير تجي تاخوها مفرته تجي سكا ولا تاخوها توا معناتها مريقله وواقفه، اما خير حسب رايي. يا خويا انا قلت لكم انا خارج راني باش نخرج يا خويا، حتى كما نقولوا فيها حتى لو كان يجيو مسايرين فريمون الجي سكا اخويا متنازلين على كل شيء، اكثرش من هكا ليسونسيال يجي يوري حسنيتي ويقول راني انا مش شد الجي سكا ومش نعاود الجمعيه، يتفضل مرحبا به، وراه في القروان زيد الماء زيد الدقيق. لو كان يجي اكبر راس مال لهنا بالشد الجيسكار ومش نفس الحديث راه. نجموا نعرفوا الموعد اللي قاعدين تخموا فيه الجلسه العامه ولا مازال؟ لا قريب برشا، ما يفوتش الشهرين باش تصير الجلسه الانتخابيه. معنا زاد نجم نقول توا بعد شهر مش تصير الجلسه الانتخابيه، وما يحضرش تقرير المال باش مش تعديها الجلسه الانتخابيه. واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد. يعني.
شكرا على كل التفاصيل مدينة بها. محمد الميمني رئيس الشباب الرياضية القيروانية، أكيد حرق الشباب بلا نجم يلقاو التصريح الكامل لمحمد الميمني على الباج فيسبوك متاعنا إكسبرس أفام وإلى الباج الخاصة بسبور إكسبرس إسبور. بعد شوية يبدأ الشوط الثاني من مقابلة المنتخب التونسي والمنتخب المغربي ضمن تصفيات الكان الجولة الثانية. منتخبنا كان تعادل في الماتش الأول مع الجزائر، اليوم الماتش الثاني ضد المنتخب المغربي بعد ما انسحب المنتخب المصري من البطولة. فاصل ثم مواصلين في فير بلاي حتى المطلع.